مسوي قبل بس خربطه شوي. يلا احكي. ها يعني ابو عليك احسن. كل شغل كل عمل لازم يكون لك صديق واخ، يعني يكون مرات اكثر من الاخ. ما حد يوقف لك بالشيء انت اللي تريده. اي وقت يعني الشيء صدق الكل تبتعد، وبوقت الناس مثل ما عندك الشيء تريدك، فتبقى بوحدك احسن. والله حاليا ما عندي، بس عندي كانت صديقه مقربه جدا كاخت. والله عندي هوايه يعني صديقات كلش مقربات كلش الي. اكو صديق الثاني لو قاعد يروح يعوفك حتى ما يطبيك. انا اليوم ندمانه كلش على صديقه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلد يا ويلتي يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، صدق الله العظيم. يعني هو الظاهر انه صديق يعني هو مرآة عاكسة للآخر. يا ويلي هي تألم. شلون متألم انت على الفترة اللي فاتت تقول يا ليتني لم أشاهد. يعني صادقته وداريته واكلنا زاد وملح انا وياه، ما نحن انا وياه وخاني. يا ويلتي وهذا كله قدر من رب العالمين. انا عندي ايمان بالله اي والله، فاقول اذا هو بخير الي كان خلاه رب العالمين. ماكو هسه بهذا الوقت ما حد يقدر يختار صديقه، لان قلت لك بالوجه شيء بعدين يختلف عليك. التقي اطلع بس عندي صديق واحد مرات يعني منه نطلع نسولف، فاتح له كل شيء وفاتح له كل شيء.